المسابقة يعني هي إن شاء الله هي مسابقة سنوية في فن التصوير البينتينج، وهي للشباب تحت سن 30 سنة، وهي بقيمة مالية كويسة عشان دي تساعد الشباب إن هم يبدأوا بداية قوية ممكن يستفيدوا من الفلوس ديت. والجوائز دي يا ريت تبقى في مجالات كتيرة. الجزء المادي والاقتصادي مهم جدا، وخصوصا في الوقت ده معظم الفنانين ما بيبيعوش وما عندهم مشاكل مادية، فأنا أعتقد إن مبلغ زي ده علاوة على المقتنيات الكتيرة اللي حصلت ديت، أعتقد إنها هتعمل نوع من الانتعاش للفنانين، هتساعدهم جدا يعني. هو أساساً الدعوة كانت فري، يعني الفنان له حرية الخامة والموضوع، وإحنا بنختار حاولنا إن إحنا نختار أعمال بتتوافق مع الهدف اللي إحنا عايزينه. عايزين الشباب يقدموا بينتينج ويقدموا أعمال فيها أفكار وفيها جدية وفيها تجارب جديدة، يعني إحنا في بينتينج وفي خامات مختلفة وفي كولاج وكده. اللجنة كانت بتختار من واقع معاييرها الخاصة أساساً عشان فنانين كبار، واختيار الجائزة كمان تم بالمنطق ده، ان احنا عملنا لجنة واللجنة اختارت العمل اللي اخذ الجائزة. في معايير طبعا احنا يعني الحد الادنى من الجدية والاهتمام، ده اللي كان اساس. بداية قبل ما المعرض يخلص بيوم هنعمل ميتنج هنا وديسكشن، هنتكلم وناخد أسئلة ونتكلم مع الفنانين، وبعدين بعد كده احنا اعلنا عن الجائزة الجاية يعني ديسمبر 2015. فمن هنا لغاية الجائزة احنا عندنا الايفنت بتاع الجائزة على الفيسبوك، هنتلقى بقى حوارات ونعمل لقاءات وكده في طوال السنة يعني.